من الصبح وأنا عم بستناكي. ماني رايقة، اتركيني. ما دخلني بهالحكي تبعك هاد. شو عملتي بالمصاري اللي بالخزنة؟ شو عم تقولي؟ مصاري شو؟ كذابة، انتي سرقتيها. قولي شو عملتي بكل هالمصاري؟ لمين وزعتيهم؟ قولي. شو هالحكي هذا؟ أني مصاري؟ شو عم تقولي؟ أنا ما شفت شي بالمرة. كذابة، مين يلي رح ياخدهم غيرك؟ خير، ليش عم تتخانقوا؟ شو اللي صاير هلا؟ أنا مليت، ما كان باقي غير تتهميني بالسرقة وليكك عملتيها. لأنه أنتي ما بهمك غير المصاري وبس، مشان هيك تقربتي من نامق. الله أعلم شو الحكاية اللي حكيتي له إياها، بس كل هاد ما كفاكي مو؟ أصلاً لعلمك فرهاد وقف قدام عابدين وعمل كل يلي كان يقله عليه نامق مشان مصاري بس، وكان ينفذ كل طلباته كله مشان يستولي على المصاري وأملاك أخي. ليك اسمعيني، اسمعيني منيح، أنت عم تغلطي كتير بحقنا. لا أنا ولا ابني كمان بحاجة لنعمل أي شيء مشان نسيطر على ميراث نامق مثل ما عم تقولي. قلك ليش؟ لأنه فرهاد بيكون ابنه لنامق. فرهاد بيكون ابنه. فهمتي ولا لسه؟